النهارده احنا هناخد مش مشاكل، هناخد اخطاء بسيطه وهديكم الحل واحنا قاعدين، يعني هنقول المشاكل ونقول الخطا ونقول ازاي يتحل. هنعمل طبعا الميزانين بتوعنا الجمال جدا علشان عارفين انتوا الزوجات بتزعل، انت عماله تقولي علينا 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 في الاخطاء وما بتقولهمش. لا احنا هنقسم الحلقه النهارده ان شاء الله اخطاء للزوجات بتقع فيها وازاي نصححها واخطاء بيقع فيها الازواج. اول حاجه ورقه وقلم بقى بالله عليكم كده واكتبوا ورايا اللي انا هقوله ده. اول خطا بتقع فيه الزوجه انها بتتنازل عن سعادتها، بتتنازل عن احتياجاتها الأساسية، بتهملها. إزاي هتسعدي غيرك من غير أنت أصلاً ما تحسي بالسعادة؟ في فرق، خلي بالكم، أنك تؤثري غيرك على نفسك. بؤثر زوجي، بؤثر أولادي على نفسي، وفرق كبير جداً أنك أنت تلغي احتياجاتك المادية والنفسية والعاطفية. ده غلط. تقول لي هدومك مقطعة ومش عارفة إيه عشان هم يجيبوا، ده ممكن في مرة، لكن مش عشان أنت ما بتطلبيش. طب ما تطلبي، يعني هو مش شايف، يعني هو مش شايف ان ما عنديش هدوم، هو مش شايف ان انا محتاجه كده، هو مش شايف. لا 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 لا، مش هو المفروض يجيب من نفسه يعني؟ اصل انا بتكسف اقول له، اصل انا مش عارفه ايه. لا لا، ده مش صح. هو منين هيعرف الاحتياجات او ان دي الحاجه اساسيه عندك الا لو قلتي وعبرتي عنها، بس ببساطه جدا. وقولي طب وانا لو قلت ده هيعتبرها مش عارفه ايه حاجه. لا، ده انت لو ما قلتيش هيعتبر ده شيء مش اساسي عندك وحاجه هامشيه عندك اصلا، ومش فارق معاك يجيب ولا ما يجيبش، وان مش ده اللي بتحبيه ودور على حاجه تانية انت بتحبيها، لان انت ما قبلتيش. فقولي، قولي يا بنتي وعبري. تاني خطا من ضمن الاحتياجات النفسيه اللي بتقول لك يعني محتاجه دعم ومحتاجه شكر ومحتاجه مسانده، ما تتنازليش عنها. الدعم والشكر والمساندة أكسير الحياة بالنسبة للزوجة، صدقوني ده أكسير الحياة. تالت حاجة، احتياجاتك العاطفية اللي انت محتاجاها دي، ما تقولي ان انا محتاجة كذا، قولي لزوجك انا محتاجك تقول بالشكل الفلاني وتعبر لي عن حبك او عن عواطفك او عن مشاعرك بالطريقة الفلانية اللي انت بتحبيها، وتفهميه وتعرفيه انك بتحبي تتعاملي بواحد اتنين تلاتة بالشكل ده بالنموذج ده، ويقولك الكلام اللي انت محتاجة تسمعيه اللي هو ده بالطريقة دي. فغلط جدا انك ما تقوليش. وبعدين بقى تيجي تشتكي، بقى تيجي تشتكي من زوج، ده مقصر معاي، ده ما بيقوليش، هو انت مش عارفه. طب هو انت عرفتيه اصلا؟ انت ما عرفتهوش ولا عبرتي على اللي جواكي، وتنزلت تنزلت تنزلت لدرجه ان خلاص بقى امر واقع، وعدم تلبيه احتياجاتك دي ده بقى من الكماليات والرفاهيات. مين قالك ان زوجك عاوزك تتنزل عن احتياجاتك؟ مين فهمك المعلومه الغلط دي؟ لا بالعكس جدا، طبيعه الراجل اصلا بيحب يشعر ان زوجته بتحتاج له، وبيحب يشعر عنده شعور كده ان هو الفارس البطل المغوار بتاعها اللي بيلبي طلباتها واللي بيحاول يسعدها، وبيشعر اصلا بكيانه ورجولته لما يشوفك بتتحكي، لما ويرسم كده الضحكه على شفايفك كده لما يعني ينفذ لك حاجه او يحقق لك طلب، او لما يشوف زوجته سعيده وفرحانه بسبب هو انت، بسببك انت. دليل كده شوفي ازاي لما اي راجل واي زوج بيشتري لزوجته حاجه او بيحقق لها طلب معين وبيسعدها، يقول لها ايه مبسوطه؟ ها سعيده؟ ها عجبتك الامر ده؟ ويفضل يسالها سعيده؟ طب عجبتك الامر ده؟ انت مبسوطه منه؟ وبيسمع منها الرد ده. بيخليه ايه بقى الامر ده؟ بيخليه يشعر بكيانه وذاته وان هو قادر اصلا على اسعاد الزوجه اللي معاه. نصيحه بجد بجد، كل ما اشعرتي زوجك بقدره او قدرته على اسعادك وان هو فعلا مصدر بيخليكي فرحانه، كل ما هو بذل اكتر واكتر عشان يسعدك اكتر. تبقى دي الخطوه الاخيره باقيه بقى، انك انت تشكريه على اللي عمله وعلى اللي بذله وعلى اللي عطاه وعلى اللي انه لبى طلبك. ده شيء جميل جدا وبيفرح الرجاله جدا انك تشكريه. يقول لك الزوج بيبقى حاسس ان زوجتي حاسه بيه ومقدره تعبي ومقدره جهدي، ويبقى اول خطا انك ما تعرفوش احتياجاتك. يبقى لازم تعبري عنها وباحترام وبطريقه افرقية في التعامل واحنا بنقول. وتاني حاجه خطا ما بتعمليهوش، ان انت ما بتشكريهوش، ما بتشكريش زوجك. خلي بالك عندنا حديث كارثه، حديث صعب جدا جدا جدا، حديث صعب بجد، واحذرك ان انت تقع فيه. كل زوجه بحذر انها تقع تحت طائله الحديث ده. اسمعي، لا ينظر، يا نهار ابيض من اولها كده، لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها، ما بتشكروش وهي لا تستغنى عنه. يعني ايه الكلام ده؟ ما بتشكرش زوجها
وفي نفس الوقت هي ما بتستغناش عنه. طاعة الزوج والإحسان إليه والاعتراف بجميله وشكره من الأمور اللي بتستوجب رضا ربنا على فكرة. مخالفة الأمر ده بتجلب السخط بتاع ربنا سبحانه وتعالى وعذاب ربنا. والحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى، لا ينظر، وصفة النظر من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، مقيدة طبعا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. لا تكون النظر دي إلا بإيه؟ إلا لمن يحب الله سبحانه وتعالى. المعنى إيه؟ الله لا ينظر نظرة فيها رحمة، خلوا بالكم بالله عليكم، إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. يعني يبقى زوجها بيحسن إليها وقدها كل الأمور لدرجة تصل لعدم الاستغناء عنه، ومع ذلك هي لا تشكره وتكفر معروفه. ما نقصدش بالشكر هنا مجرد الشكر باللسان، لا، ده بتأذيه بمساوئ الأخلاق والأفعال والخصال. الشكر بيقصد به هنا الثناء باللسان والأفعال، ما إظهار سرور زي ما قلتلك، تبقي سعيدة معاه أو توريله أنك مبسوطة أنه عمل كده، الراحة في الحياة وأن أنا معاك وأنا مرتاحة وأنت جنبي، القيام على أموره وأمور عياله والخدمة بتاعتهم وأننا إزاي أسترعاهم وربنا استرعان عليهم وأنا أؤدي الرعاية ديت بحقها، وأن أنا ما تخلاش عنه حتى في محنته، وعدم تتبع العثرات وأقول مش عارفة إيه ده أنت كذا، أو أفضحه في وسط الناس وترك الإساءة إليه، وما تفقدش كده مواطن الخلل والزلل والقصور، وانك يعني انك بس مجرد ان انت حتى تقولي له شكرا جزاك الله خيرا ربنا يكرمك، دوت هو ده الاصل، ده هو ده الاصل. إيه لما يفضي اليها بسر او يفضي اليها بحاجه خاصه او تعرفي حاجه عن زوجك، احفظي السر يا بنتي، احفظي السر وما تطلعوش، هو دوت ولا تستغني عنه. اذا اصر اليها بشيء ما تطلعوش بره. الحاجات دي مهمة، وأنا عندي الحديث زود تحطي عليه خط و700 خط النهاردة، إنك الله عز وجل لا ينظر إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. وانت عملت ايه يعني؟ وانت زي الناس كلها بتعمل كده؟ قال لها طب ما الناس كلها مش عارفة ايه، وانت جبت الديب من ديله يعني؟ لا لا، اشكري اشكري. تالت خطأ بتقع فيه الزوجة في حق زوجها وفي حق منظومة الزواج ككل، إنها ما بتثقش في زوجها، عدم الثقة بالحد المعقول على فكرة، في على طول تخوين، في شك، في غيرة مش في محلها، لأن الغيرة في محلها لها حلقات تانية كتير، تخوين لدرجة إن حتى يعني إن أهلها أو صاحبتها بيعرفوا عنها أمور وشغلها ومرتبها وحياتها وخططها وزوجها ما يعرفش حاجة، ودي من أكبر الأخطاء على فكرة. ما بتدلوش الثقة لدرجة أنها تقول له اللي جواها، لا، بتخلي الزوج بيشعر أن هو حاجة ثانوية كده في حياتها، مش حاجة أساسية في حياة زوجته. يعني أحكي لكم قصة كده قبل ما أقول لكم النقطة اللي بعديها. يعني جه زوج بيشتكي بيقول يعني أخت مراتي وزوج أخت مراتي يعرفوا عن زوجتي مادياتها ودخلها ومرتبها واللي بتحطه في البنوك وأنا ما أعرفش. وعرف الأمر ده قدرا نتيجة ورقة جاية من البنك وكذا وكذا، فبيكلم أختها قالت له كذا، وطلع أختها عارفة وزوج أختها هو اللي بيروح يحط لها الحاجة في البتاع. طب وزوجك يعني ليه ما فيش ثقة كده؟ دي من الأخطاء. احنا قلنا المعتدل عشان الحاجات اللي لها حقيقية وجات قدامك دي لها طرق تانية. رابع خطأ بتقع فيه الزوجة انك تطلبي منه انه يقرأ افكارك اللي انت ما عبرتيش عنها اصلا، حاجة محزناكي، شيء انت قلقانة منه، قولي له يا بنتي، قولي له وعبري على اللي جواكي، مش تتقمصي وتلومي عليه وتتوقعي بقى ان هو يفهم. يعني هم الرجال اصلا مش زي النساء على فكرة، ما بيفهموش التلميحات والحاجات اللي انت عايزة حتى توضحيها، لا، هو عايز شيء واضح وصريح ومحدد بس، قولي اللي جواكي بوضوح، لكن ما توقعش مش مفروض يفهم يعني، لا مش هيعرف، قولي له هو ما بيفهمش الحاجات دي وعايز حاجة محددة وصريح، ايه في ايه قولي. خامس خطأ بتقع فيه الزوجة عدم تخصيص وقت كافي لزوجها، وبيبقى مثلا إهمال له في وجود بقى الانشغال بقى حجة البيت والأولاد والمشغوليات. والحل ببساطة عشان خاطري، الحل ببساطة أبوس إيديكم، تنظيم الوقت، تنظيم الوقت، البعد عن الكسل. كان في مقولة جميلة جدا جدا لسه قريها لابن القيم، بتقول إن الكسالة أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور، بعكس أصحاب النشاط. لازم تتعلمي كامرأة إنك تنظمي وقتك، وكمسلمة أنت أولى بيها، والله أنتوا أولى بالعلم دوت من أي حد تاني. يعني أنا نفسي ده هيفيدك، هيفيدك لنفسك ولبيتك ولعيالك ولزوجك. نظمي ورتبي وخصصي وقت لكل حاجة، هتسعدي إن شاء الله. سادس خطأ بتقع فيه الزوجة تجاه منظومة زواجها وتجاه زوجها، إنها ما تكونش محددة أهداف للزواج. إحنا قلنا الزواج مش غاية، هي وسيلة،
وهدف تكتيكي قصير المدى على فكرة. لازم أحط أهداف لنفسي ولزوجي ومنظومة الزواج. عايزة من زوجك إيه حاليا ومستقبلا؟ أهداف ليكي ولأولادك، عايزة أولادك شكلهم إيه، يتعلموا إزاي، إيه اللي اتغرس في قلوبهم؟ لا ده ينكتب الكلام ده، ينكتب وتحققي له وسائل وتشوف ازاي احقق الهدف والاماني اللي انا عندها. في فرق ما بين الاماني وما بين الايه، وما بين الهدف اللي انت بتسعي لتحقيقه. سابع خطا انك ما تعطيهوش مساحه كافيه للترويح عن نفسه او مع اصحابه. عايز يروح للصيد، ناس عايزه تقعد في الصيد كده لوحدها، بس تقعد في الصيد مع نفسها كده ما بيعملوش حاجه. سيبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعد شهر كل سنه في الغار، ما جاتش السيده خديجه وانت سايبني وسايبني لوحدي وعيد لي كده وسايبني البيت والعيال وعندي 9 عيال ورايح مش... لا 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 سيبيه سيبيه، طلع ادي له مساحه. او يخرج مع اصحابه. حقيقه قصه تضحكه جدا عن زوج لسه مقابلني، بيقول لي يا دكتوره هلا، انت مش ناويه تاخدي الزوجات كده في مره، خدهم يومين ثلاثه كده في رحله في اي حاجه، روحوا خدهم فسحيهم يا ابني. ايه عايز؟ قال لي عايزه اروح مع اصحابي، هي بتحبني وانا والله بحبها، بس هي كبس على نفسي مش راضيه تديني حتى مساحه ان انا اخرج وان انا اروح. نفسي اعيش مع اصحابي شويه يوم كده ولا حاجه، مش تقول لك لا اللي بنحب بعض نروح مع بعض ونخرج مع بعض. ايوه ايوه ليكي وقت، ليكي وقت انت وبيتك وزوجك، وليكي وقت ما هو مع اولاده، وليكي خروجه انا لا انكرها عليك ودي اساسي، لازم فسحه ولازم حاجات تحفه، لكن اديله مساحه مع نفسه ومع اصحابه، ما تحكموش عليه. وقلنا اعلى معيار عند الراجل الحرية، فما تخنقوش.